إلينا مشاهدينا سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. سيادة اللواء تسمعني الآن؟ الحمد لله تمام، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير. يعني كيف تابعت بداية هذه الندوة وهذه اللفتة لتكريم أبطال من ذهب، أبطال المجموعة 139 ساعقة؟ الحقيقة يعني هذه اللفتات دائما ما تتم مثل هذه المناسبات حتى تكون مثالا او يعني يحتذى به لابنائنا من الاجيال القادمه، ونذكرهم دائما بما قام به ابائهم واجدادهم من اعمال بطوليه في حرب اكتوبر 73، تلك الحرب التي استعادت لمصر كرامتها بل وللمنطقه العربيه اجمعنا. وهؤلاء الرجال الذين قدموا الكثير، فمنهم من هو موجود على قيد الحياة النهاردة لنقدم له هذه التحية وهذه الذكرى ونذكر أبنائنا بهم، ومنهم من استشهد أو من أصيب وأثرهم، فلهم جميعا مننا كل تحية وتقدير. ودائما في مثل هذه المناسبات نؤكد لهم أن الشعب المصري بالكامل وقيادته ورأس الدولة نفسها بتحتفل بهم في هذه المناسبات وأنها تتذكرهم دائما. بالنظر يا فندم إلى تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة واستعادة البطولات التي تمت خلالها، يعني ننظر إلى المجموعة 139 كواحدة أو نموذج من نماذج عديدة عكست وحدة وصمود جيش وشعب، هذا الإعجاز كيف تحقق في رأيك؟ لا أنا يعني الحقيقة هركز برضو على المجموعة 139، أنا ضابط مشاة في الأساس يعني. وكنت موجود ضمن ضباط الفرقه 16 في الكتيبه 18 في الحد اليمين للجيش الثاني الميداني. هذه المنطقه بالذات والتي والمعارك التي خاضتها المجموعه 139 خاصه بتعطيل العدو لاطول فتره ممكنه وحرمانه وقطع الطريق عليه من الاستيلاء او الدخول او الى اهم المدن على قناه السويس، وبالتالي المعارك التي ادارتها كبيره وخاصه في منطقه ابو عطا. ويجب أن نعلم جميعا أن تسليح مثل هذه المجموعات تسليح خفيف، عندما تقابل دبابات بسدرك أو قوات أو مدرعات أو مجنزرات بصفة عامة، فإنما هو يقاتلها بالأسلحة الخفيفة اللي معاه، الار بي جي، الرشاش بالكثير خالص، لو في حتى قاذف صاروخي متطور شوية. فبالتالي هذا إن دل على شيء بيدل على روح التضحية وروح الفداء والانتماء والولاء للوطن وللوحدة بتاعته وحبه لأرضه، كل ده في الحقيقة بيتمثل في مثل هذه الأعمال. وأيضا الشيء الهام جدا أو الدرس الهام جدا والبارز جدا، لو احنا لاحظنا أن من أصيب لم يتركه زمايله، بل بالعكس زملائه قاموا معه يعني بإيصاله وإعادته مرة أخرى لوحدته لعلاجه وتقديم اللازم له. إذن كل هذا الحقيقة بيدل على روح التضحية والفداء، وده حاجة سمة من سمات رجال الصعقة بصفة عامة والقوات الخاصة بصفة خاصة كلهم ورجال القوات المسلحة بصفة عامة. نعم. طيب التضامن، يعني تحدثنا عن التضامن فيما بين الشعب والجيش، إلى أي مدى هذا التضامن كان يعني حتميا وساهم أيضا في النصر إلى جانب هذه البطولات التي تفضلت بذكرها؟ يعني التضامن ده موجود دائما، ان ابناء القوات المسلحه او ابناء اجهزه الشرطه، هتكلم بصفه عامه، او ابناء اجهزه الامن بصفه عامه جامعا، كلهم من ابناء هذا الشعب المصري ومن نسيجه ومن من 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 ترابه ومن ارضه. بالاضافه لشيء مهم بقى جدا يبرز ذلك، عندما حدثت حرب 67 وما نتج عنها من خسائر ويعني روح يعني ممكن أثرت على الروح المعنوية بصفة خاصة للشعب المصري ككل والقوات المسلحة بصفة خاصة، فأنا سنجد أن الشعب المصري نهض يعني واستنهض ووقف خلف قياداته، وقف خلف القوات المسلحة، وقدم كل شيء ممكن لدعم وإعادة تنظيم وهيكلة وتسليح القوات المسلحة. فنجد أن السيدات في البيوت اللي تبرعوا بما هو لديهم من ذهب او فضه، وكانت ممثله في حاجات بسيطه، منهم من تبرع يعني تبرع ببدبله، ممكن من تبرع بخلخال فضه او خد، اي كل ما له قيمه تبرع به حتى يدعم المجهود الحربي في هذا التوقيت.
وده ان دل على شيء الحقيقه بيدل على الثقه الكبيره والموجوده والمتوارثه والعلاقه القويه جدا بين ابناء شعبنا المصري بالكامل وقواته المسلحه واجهزته بصفه عامه. ده اكبر دليل حقيقه على ده، بالاضافه الى انه قدم زهره شبابه واولاده في هذه الفتره. انا يعني عندما انضممت القتال في القوات المسلحه كان معنا جنود من تجنيد 1964 وشاركوا معنا في حرب 73، نرى يعني عمق هذا وكم جيل كان موجود ومشارك في هذه المعارك وفي هذا القتال. هذا يدل على شيء، يدل على ان هذا الشعب شعب اصيل يقف خلف قياداته، وده اللي احنا شايفينه حاليا ومستمر حتى الان. نعم. نحن كلما خرجنا من ازمه صادفتنا ازمات اخرى، ولكن الحمد لله بيتم دائما تخطيها بالروح القويه والثقه والايمان والفهم العميق والوعي الذي دائما ننادي به وننشده في ابنائنا. اتفضل. بما اننا سياده اللواء نسترجع يعني اليوم وفي الايام طبعا القادمه هذه الذكرى للحرب المجيده، هذه المعجزه عسكريا وانسانيا مر بها الشعب المصري وحققت النصر ليس لمصر وحدها وانما للامه العربيه، نسترجع ايضا يعني حاله الاحباط التي تحدثت عنها تحديدا لدى أهالي مدن القناة بما أنهم كان لديهم خصوصية في أثناء هذه الحرب أثناء تواجد العدو الإسرائيلي وحتى تحقيق النصر. أبناء مدن القناة بالكامل من أبدا من بورسعيد انتهاء بالسويس قدموا كل ما هو في وسعهم لصالح التمسك في هذه المرحلة، سميناها مرحلة الصمود والتحدي، وكانوا موجودين. من غادر هم من لن لا يمكنهم حمل السلاح، ولكن يمكن ان يقدموا اعمال في اتجاهات اخرى تفيد او تحقيق النصر ان شاء الله. ومنهم الشباب كثير كان موجود، ومنهم على سبيل المثال المقاومه القويه التي كانت موجوده في مدينه السويس من ابناء شعب السويس رغم الدعم البسيط جدا من القوات المسلحه اللي كان موجود معهم، ولكن تمكنوا من ايقاف العدو داخل المدينه وحزنته وتدمير معداته وأسلحته وإجبار على عدم دخول مدينة السويس. هذا إن دل شيء بيدل على التكاتف والتلاحم القوي جدا والروح العالية جدا لأبناء هذه المدن، وهم الحمد لله عادوا الآن ونحن نرى أعمال التنمية التي تتم لصالح هذه المنطقة بالكامل الآن. نعم. فضل. من أبرز نتائج تلك الحرب أيضا سيادة اللواء رفع شعار المفاوضات وليس السلاح، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المرحلة جاءت بعد أن رأى العالم عسكريا يعني كيف تتعامل مصر مع من يحاول مس سيادتها أو مس سيادة أراضيها، كيف ساهمت هذه المرحلة في تغيير رؤية إلى مصر كدولة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي؟ لازم أن نضع في اعتبارنا هنا أن كان الهدف الرئيسي من هذه الحرب كما أعلنه الرئيس الزعيم الراحل أنور السادات هو تحريك القضية سياسيا، وهو ده تم. والموضوع أن ما تم من تحرير للأرض ليس فقط بالقوة العسكرية، ولكنه تم أيضا بالتفاوض وباللجوء إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية والتي نجحنا فيها واسترددنا كامل أرضنا ووطننا بالكامل، وتم الرفع العلم المصري على أقصى سيناء في منطقة طابة كما سيادتك تعلمين، والتي كان عليها أحد المشاكل الرئيسية. إذن هنا الحرب لم تكن بالقتال فقط، ولكن استخدمت فيها كافة أساليب القوى الشاملة للدولة وخاصة القوى السياسية والاقتصادية والقوى الدبلوماسية. ولا ننسى الحقيقه الدور الرئيسي والدعم الكبير الذي قدمته الاشقاء العرب لنا في هذه الحرب يعني الشديده والقويه والقاسيه. هناك كانت انا رايت بنفسي قوات جزائريه وقوات مغربيه وقوات كويتيه ومن العراق، يعني من كل الدول، بالاضافه الى تنفيذ العمليه نفسها بتاعت 6 اكتوبر بالتنسيق وبتعاون كامل مع الجبهة السورية مع الأشقاء السوريين. إذن هنا مهم جدا هذا التعاون وهذا التكاتف العربي الذي نراه ومستمر معنا حتى الآن. نعم سيادة اللواء، يعني بالفعل تجربة التضامن السياسي العربي
أثناء حرب أكتوبر المجيدة هي من أهم الدروس يعني التي يجب أن ننظر إليها كتجربة رائدة يمكن الاقتداء بها في المستقبل. لأي مدى هذه الروح ترى أنها متواجدة الآن؟ لا زالت موجودة. هدي مثال بسيط جدا، نرى التواجد العربي الآن في مصر من الأشقاء بالكامل، حتى من كان منهم بعيد عن الساحة السياسية إلى حد ما، كله عاد إلى التلاحم مرة أخرى وإلى الاقتراب مرة أخرى، وإمكانيات تقديم الدعم والعون وخاصة في هذه المرحلة وفي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بالكامل بالكامل ونحن جزء منه والمنطقة جزء منه. ولدينا مثل بسيط جدا، التواجد الوفد الكويتي الأخير ده اللي موجود في مصر، اللي إمكانية تحقيق استثمارات في مصر هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. إذن لابد من التضامن والتلاحم حتى يعني تتبوأ المنطقة العربية والدول العربية ومنهم مصر طبعا المكان اللائقة بها ضمن دول العالم. نعم، يعني هو تضامن على المستوى الاقتصادي في هذه المرحلة ترى مهم بأهمية التضامن السياسي وقت يعني حرب أكتوبر. تمام، هو ده بينعكس، ده انعكاس كله، ده استمرار لهذه الروح اللي موجودة منذ حرب أكتوبر 73. النهاردة بقالنا 49 سنة، فهذا الشيء يدل على شيء ما يدل على استمرار هذه الروح واستنهاضها بصفة دائمة، وخاصة عندما يجد الجد أو تظهر الأزمات في الأفق. نعم، سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.